الواقع علاه مالي قبل كنت كنهضر على الخيال. لا حيت قبل كنتي درتي واحد الفيديو كليب بالجرين سترينغ كيبان بحال النشره ديال الطقس. هذاك النوع ديال المونتاج كيتصنف من الصناعه التقليديه حيت انا كنغني الشعبي. وزيدون اللي ما عجبوش الكليب بيتيليشارجيه ام بي 3. فين كاين المشكل؟ Le système fiscal joue un rôle important dans l'encouragement de l'investissement, mais également pour réaliser une certaine justice en matière de sociale et en matière de réduction des disparités spatiales. Donc c'est une contribution à la réflexion à laquelle a appelé Sa Majesté le Roi en matière des modèles de développement pour notre pays. فاتح ماي هذه السنة جاء بطعم خاص لأنه جاء بعد الاتفاق الثلاثي الذي وقع مع النقابات من قبل الحكومة مع النقابات ومع الاتحاد العام لمقاولة المغرب، وهو اتفاق مهم، اتفاق تاريخي، لأنه غادي يساهم في المراحل المقبلة باش يكون واحد نوع من السلم الاجتماعي ويدعم شوية القدرة الشرائية ديال عدد من الموظفين بالخصوص، ولكن أيضا عدد من الشغيلة الآخرين. هذيك البنت عيطات عليا قالت لي عفاك سمحي لي، وهذيك البنت بعدا انفيرميير وبغيت نوجه ليها تحية. عيطات لي قالت لي راه سرقوا لي التليفون، ما عرفتش شكون اللي سرق لها تليفونها، وداك التليفون كانت فيه واحد لاكارت ميموار، وهزوا هذيك الفوتو من هذيك لاكارت ميموار وبداو كيلعبوا بهم هكاك، ما يخلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. كنبغي نقول جمهور رمضان كريم، وبالنسبه لبشرى الضو ما لقيت ما نقول من غير الله يدينا في الضو، حيت عرفاتني ما غاداش نعرض عليها داك الشيء علاش بدات كتنتقد. ولكن علاش ما عرضتيش عليها؟ انا ما عرضتش عليها وحفظ الله ما فرقت لينا الشمل، كون عرضت عليها كون دات لي الراجل من العمارية. المغاربة كيتقدوا قبل رمضان بزاف كاع الحاجات المعسل، بريوات، السيكار، محنشة، سلو والمقروط والشباكية. سنة على سنة كيرتفع، ديما كيرتفع سنة على سنة على حسب بنادم كيدي من عندك شوية. هاد المرة إلا عجباتو الكاليتي كيعاود يجي يدي عاوتاني مرة أخرى، يدي 3 4 كيلو ويقولها للناس أخرين، المهم كل عام كيتزاد. أنا سعيدة بمشاركة ديالي في هاد ليفينمون. هدى بلدي بروفيت لوكازيون باش حطيت لا كوليكسيون دو رمضان 2019. لا كوليكسيون ديالي متنوعه. ذكر المنتخب الوطني كنشوفوا محسن كيتالق سنتين او اكثر هو متالق في خط الهجوم، ولكن ما تلقاش دعوه من الناخب الوطني. واش مكنتيش كتسنى يوم في الايام تلقى راسك في اللائحه ديال المنتخب الوطني؟ يعني ربما انا وقال البشره ديالي هي اللي ما معاونانيش وقال، لان كيصحابني وقال لاعب افريقي محترف في المغرب، هذاك الشيء علاش ربما المغاربه خصو يقولوا لي راه لاعب مغربي. وداك الشيء عيطوا لي ذاك النهار اوغندا قالوا لي جيت راه معيطيك، قلت لهم لا راه مغربي هذوك.